بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ونحن في بداية رحلة الصوم، الكنيسة بتحط لنا الخط اللي نمشي عليه طول رحلة الصوم. أول حاجة هامة جدا بتركز عليها قراءات النهاردة، إن الصوم علاقة شخصية مع المسيح. العلاقة دي لازم تكون خالصة ليه هو، وما يدخلهاش عنصر الرياء. ده اللي بيدخل يفسد كل علاقة بيننا وبين ربنا، إن إحنا في الظاهر بنقدم حاجة لربنا، لكن في الحقيقة إحنا بنقدم للناس. وجزء كبير من اللي المفروض يتقدم لربنا ضايع ورايح على الناس. جزء كبير من طاقة الحب والبذل في العبادة، في الصوم أو في الصلاة أو في الصدقة، رايح من أجل مجد الناس ومن أجل استجلاب الكرامة من الناس. عشان كده كلام السيد المسيح النهاردة، طبعا عارفين في الموعظة على الجبل الإصحاح السادس، بيتكلم على العلاقة الخاصة بيننا وبين الآب السماوي. وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. اعمل الحاجة دي علشانه هو. لما تيجي تصلي ادخل وقف معاه هو، ارفع قلبك ليه هو، مش عشان الناس تشوفك وانت بتصلي، زي ما بعض الناس بيصلوا في زوايا الشوارع وقدام الناس علشان يروهم ويمجدوهم. اقفل واعمل علاقة خفية بينك وبين ربنا. العلاقة الخفية دي سيد المسيح اتكلم عليها كتير قوي، الخفاء. والحقيقة أن علاقتنا بربنا مش هتنمو إلا لو اتحوطت بلون من الخفاء، زي البذرة كده، مش هتنمو إلا لو استخبت جوه الأرض. طول ما هي طالعة كده قدام الناس مورية نفسها للناس عمرها ما هتنمو. لازم تستخبى جوه الأرض علشان تعمل جذور وتبتدي تنمو وتجيب ثمر كتير. هكذا أيضا علاقتنا بربنا. صحيح في بعد ظاهري ليها، مثلا واحنا بنصلي في الكنيسة، لكن هذا البعد الظاهري ما يعطلش أبدا إن هي أصلا علاقة خفية بيننا وبين ربنا. طب ما ناس كتيرة بتقف في الكنيسة، لكن مين اللي رافع قلبه بحرارة؟ مين اللي عامل علاقة شخصية بينه وبين ربنا بعمق وبقوة؟ ما يهموش منظره من بره ايه، مش شايف مين جنبه ومين قدامه ومين وراه، لكن شايف المسيح ومركز عينه عليه. أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. عشان كده سواء في الصلاة أو في الصوم أو في العطاء، عنصر الخفاء والعلاقة الشخصية مهمة جدا. والرياء زي ما قلنا هو أكتر حاجة ممكن تفسد العبادة بتاعتنا وتفسد علاقتنا بربنا، لأنها بتدخل عنصر غريب على العلاقة دي، بتدخل عنصر غريب، نظرة الناس وتقييم الناس لينا ويقولوا علينا إيه وإحنا في نظرهم نبقى إيه وهكذا. وبعدين نبتدي نطلب مجد الناس ويفسد إيماننا وتفسد عبادتنا ويبقى مجهود ضايع، يبقى مجهود ضايع. فعلشان مجهودنا في رحلة الصوم ما يبقاش ضايع، لازم نخلي العلاقة أمينة وخالصة لربنا يسوع، للآب السماوي، لتمجيد ربنا، حاجة بنقدمها له بيننا وبينه، وهو الذي يرى ويجازي علانية. دي أول حاجة، رحلة الصوم هي في الأساس علاقة شخصية بيننا وبين ربنا.
لو اتفضحت يبقى في خطر عليها. صحيح معروف ان في صوم كل الناس صايمه، لكن ازاي الانسان صايم وازاي بيكرر ذبيحه الصوم دي؟ من اجل التوبه، من اجل خلاص نفسه، من اجل خلاص نفوس كثيره، من اجل نفوس ضاله وتايهه، من اجل سلام الكنيسه، من اجل نقاوه قلبه، من اجل فضيله معينه ناقصه عنده بشكل واضح ومحتاج يتزود بيها. علاقه شخصيه، بيقدم ذبيحه لربنا وبيطلب معونته وبيقول له يا رب اديني ان انا تكون ذبيحتي مقبوله امامك. لان ما الفائده ان انا اقدم لك ذبيحه عشان اتفخر بها قدام الناس وبعدين انت تقول لي زي ما قلت لشعب اسرائيل ايام ارميه ضموا ذبائحكم على محرقاتكم وكلوا لحما. انا مش عايز ذبائح من بتاعتكم دي، لان انتوا قلبكم مش معايا. انتوا بتروحوا بره تسفكوا دم بريء وتظلموا اليتيم والارمله وتعملوا اغتصاب وسحق وظلم وبعدين جايين تقدموا لي ذبيحه؟ نقوا ايديكم، اصنعوا عدلا، اعملوا عمل رحمه، وانا افرح بالذبيحه اللي هتقدموها لي. ذبيحه الصوم هي ذبيحه مقدمه للمسيح، مقدمه للاب السماوي، المفروض ان احنا نقدمها خالصه ليه، ما يكونش في جزء منها رايح لمجد الناس عشان الناس تقول علينا. وتلاقي واحد عمال يفتخر يقول انا بصوم من اوله. طب ايه لازمه الكلام ده؟ طب ناس كتيره جدا بتصوم من غير ما تقعد تتكلم وتفتخر. ناس بتصوم بتقول له بس يا رب اقبلنا امامك واقبل اصوامنا وصلواتنا وعطائنا. ده احنا بنقدم لك ايه؟ ده في ناس قدمت اكتر بكتير. وبعدين الكنيسه تحط لنا البولس سلسله من الضيقات والجهاد اللي مر بيه معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانيه علشان تقول لنا احنا مهما جهدنا ده حاجات بسيطه خالص قصاد اللي شافوه القديسين، قصاد اللي احتملوه القديسين من اجل محبتهم للمسيح والكرازه باسمه. فاحنا تعبنا في ايه ولا هنتعب في ايه؟ دي ايام بسيطه خالص وعطاء بسيط ان احنا نوفر وجبه مثلا من وجباتنا الصبح ونساعد بها حد محتاج بتمنها، حد نساعد بتمنها حد محتاج. حاجات بسيطه جدا اللي احنا هنعملها دي. رحله الصوم ايه يعني؟ هنصوم القطاعي لحد الساعه 2 ولا اكتر شويه؟ دي كلها حاجات بسيطة خالص. دي ذبيحة محبة للمسيح اللي أحبنا وبذل نفسه حتى الموت من أجلنا. فإحنا دايما نبقى يعني الكنيسة حطلنا كده نماذج ضخمة وعظيمة علشان محدش يحس إنه عمل كتير يعني. ده إحنا إن فعلنا كل البر نقول إننا عبيد بطالون، لأننا إنما فعلنا ما كان يجب علينا. أيضا رحلة الصوم هي رحلة فيها صليب، فيها احتمال، فيها صبر، فيها متاعب، والناس يا عيني مش واخدة بالها فتبتدي تشتكي من دلوقتي. أنت عارف أبونا القولون، أنت عارف أبونا الواحد عنده يعني، أنت عارف هشاشة العظام دلوقتي، أنت عارف إحنا محتاجين إيه، ونبتدي نتكلم في الحاجات دي دلوقتي. طب ما احنا طول السنه ما بنتكلمش، اول ما يجي الصوم نبتدي نقول هيبقى في صليب تقيل، والجسد احتياجات الجسد ومتاعب الجسد وامراض الجسد، وانا عندي السكر وانا ما بقتش صحتي مستحمله، وانت عارف اللبن دلوقتي حاجه مهمه، مهمه في الصوم بس نجيب سيره اللبن ونجيب سيره القولون ونجيب سيره الكلام ده. لا لا لا، ده انحراف عن الهدف. الصوم عمل روحي بيسمو بالجسد، هنقضيه بأي حاجة، بأي حاجة، وهنعديه وهنفرح روحيا ونتغذى روحيا. مش عايزين أبدا عدو الخير يحوي تفكيرنا ناحية الجسد. وخلي بالك على نفسك، والأيام دي تبقى ده شهرين طوال،
ده ومفهومش اي حاجة يعني، حتى السمك ما فيش. فدول شهرين صعبين، نبتدي بقى نشفق على الجسد ونطبطب عليه ونقول يا عيني عليه، هيعيش ازاي يستحمل المدة دي كلها؟ كل ده لازم يستبعد ويستأصل من فكرنا. التفكير في الجسد يعني لو فكرنا فيه مش هيسكت، هيقول انا تعبان وعيان ومش مستحمل، حرام عليكم ما تتقلوش عليا. ده نقول له ايه؟ اقمع جسدي واستعبده، اقمع جسدي واستعبده. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. صوم سمو بالجسد، سمو من اجل تغذيه الروح وانتعاشها ونموها. ما ينفعش ان انا ابتدي افكر في الجسد واحتياجات الجسد فتره الصوم، مجرد بقوته بحاجه بسيطه، اقوته واربيه وفي نفس الوقت ايضا اقمعه واستعبده. فالصوم رحله فيها صليب ولا نسيين، الصوم رحله فيها تعب بس تعب حلو ما نتكلمش فيه عشان ما يكبرش في ذهننا. ما احنا لما نقعد نتكلم في احتياجات الجسد تلاقيها كبرت 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 واتضخمت قدام عينينا، وكأنها يعني حاجة لا يمكن ان انا اغفلها. لا، هنغفلها شوية. واللي اغفلوها انطلقوا وارتفعوا بجسدهم ما جرى لهمش حاجة. كلنا نعرف طبعا ان الصوامين هم الاطول عمرا وهم الاصح جسدا، على الرغم من ان الصوم بيتعب الجسد. ده كلام سليم. الصوم مرهق للجسد. معلمنا داود النبي بيقول ارتعشت ركبتي من الصوم، يعني بنضعف شوية الجسد علشان نضعف الشهوات اللي فيه، لكن ما بنموتوش، بنديله احتياجاته برضه، لكن بنضعف فيه اي ميول رديئة. الصوم بداية كل فضيلة، زي ما بيقول القديس ماري اسحاق، هو رأس كل فضيلة او قائد كل فضيلة، هو البداية اللي بيها الواحد يبتدي يظبط نفسه عشان ينطلق. عشان كده الصوم في رحلة ألام، في رحلة لحمل الصليب، لكن النهاية مجد. كلنا لما بنيجي يوم الجمعة العظيمة ونخرج منها نقول يا ريت كل أيام السنة بالجمال ده، كلنا بنقول كده. نيجي طالعين من الصوم نلاقي ناس كتير تقول يا أبونا إحنا عايزين نكمل. احنا بنضعف لما بندخل في ندي الجسد كل طلباته كده. عشان كده دايما سيدنا البابا شنودة يقول لنا ما ينفعش ان احنا نضبط نفسنا فترة الصوم ونمشي بانحلال بعد كده فترة الخمسين. ضبط الجسد ده يبقى تدريب نعيش عليه. صحيح في فترة الخمسين بناكل كل حاجة لكن بحساب، ومش كل طلبات الجسد نديها له ونفتح له الأبواب على أوسعها، لأن ده خطر على حياتنا الروحية وخطر على خلاصنا. أيضا الصوم رحلة لازم نكون عاملين حسابنا إن فيها جهاد، فيها جهاد. كتير النهاردة القراءات بتتكلم على الاجتهاد، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وبعدين يقول اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. اجتهدوا. رحلة الصوم رحلة فيها جهاد وصبر، ومن غير الجهاد الإنسان ما ياخدش حاجة، لأن الإنسان صحيح النعمة متاحة لي لكن لازم يمد إيده عشان ياخد. المسيح بيقدم نعمة مجانية لكن أنا لازم أجتهد علشان أخد. ما هو مش معنى أن المسيح قدم أنا أنام، يعني لما يكون حاجة مقدمة ليا أنا لازم أمد إيدي عشان أخدها، لازم أتعب علشان أخدها وأوصل لها وأغرف منها، وكل ما أغرف أكتر كل ما أتغني أكتر. اخواتنا البروتستانت عندهم النظريه دي ملخبطه خالص، يقول لك ربنا قدم كل حاجه مجانيه فانت ما تعملش حاجه. طب ما هو مقدم لكل العالم، يقول لك بس انت تقبل. يعني ايه تقبل؟ تقبل يعني تجتهد وتمد ايدك وتاخد. اجتهدوا
أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، يعني تثبتوا رجلكم في الطريق، وأنتم باذلون كل اجتهاد. ادخلوا من الباب الضيق، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. في اجتهاد، عنصر الجهاد ده عنصر أساسي في الحياة الروحية، عنصر أساسي، من غيره أنا مش هاخد حاجة. أنا قدامي حاجة حلوة كده ممكن تتشرب، لكن أنا ما مدتش إيدي وما شلتهاش بإيدي وما رفعتهاش وما خدتش منها، يبقى أنا ما استفدتش. قدامي كنز ممكن أكبش كده بإيديا وآخد مرة واثنين وتلاتة وعشرة ومية وألف وما مدتش إيدي، هتفضل إيديا زي ما بيقول في سفر الأمثال إنه طي اليدين، يعني واحد كده مدفي ايديه كده وحطتها جوه هدوم ولا حطتها تحت الغطا، يعني يقول لك ياتي فقرك كساع وعوزك كغاز، يعني تتفقر لانك ما بتجتهدش. الانسان مش هياخد وهو نايم وهو كسلان وهو طوي ايديه، هياخد وايديه شغاله وايديه مرفوعه لربنا وايديه بتعمل صدقه وايديه بتعمل عمل محبه وإيديه بتعمل عمل بناء وحياته بتشتغل. في اجتهاد في خير، مفيش اجتهاد الخير موجود وانا ما خدتش حاجه. فلازم نبقى فاهمين التوازن ده ما بين نعمه الله المجانيه المتاحه لنا بغنى، زي ما بيقول النهارده يقدم لكم بسعه يعني بوسع بخير، يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي، بس لازم أتحرك علشان أدخل. ما يقدم لنا بسعة يبقى أنا باب مفتوح قدامي، لازم أتحرك وأدخل، لكن هنام وهكسل وهقول معلش طب بعدين، طب خلي الخطوة دي بعدين، طب ليه ما تكونش الخطوة دي دلوقتي؟ ليه ما تكونش خطوة التوبة وترك الخطية دلوقتي؟ وليه ما تكونش بداية جديدة في جهاد قوي من القلب وبإخلاص لربنا؟ ليه ما تكونش دلوقتي؟ ما نضمنش بكرة، خلينا دلوقتي، الآن وقت مقبول، الآن ساعة خلاص. كنيسة بكل قوتها هتبتدي. أنا لما بدخل في وسط الكنيسة دي بتقوى بقوة الكنيسة. أنا لو صمت لوحدي صيامي يبقى ضعيف وهزيل، لكن أصوم جوه صيام الكنيسة دي تديني قوة. عشان كده إحنا كلنا هو بنشجع بعض، وإحنا على أعتاب رحلة الصوم، إن إحنا داخلين مع بعض نسند بعض ونشجع بعض، ونعمة ربنا تؤازرنا حتى نهاية الرحلة. أيضا رحلة الصوم رحلة ارتقاء، زي ما بيقول المزمور يسيرون من قوة إلى قوة. ففي ارتقاء. أنا لاحظت 7 درجات موجودين في القراءات النهاردة في الكاثوليكون وفي الإنجيل. في الكاثوليكون حطت لنا السلم الجميل بتاع بطرس الثانية الإصحاح الأول، اللي بيقول فيه قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. ما بين الإيمان وحتى الوصول إلى المحبة 7 درجات. في الإنجيل طبعا زي ما سمعنا جزء بتاع الصلاة، سيد المسيح سلم في الكنيسة الصلاة الربانية، متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، وحط 7 طلبات من أول يتقدس اسمك لحد لكن نجينا من الشرير. 7 درجات دول بتوع الكاثوليكون قدموا في إيمانكم فضيلة، ممكن إن احنا نظبطهم برضو على صلاة أبانا الذي في السماوات، 7 طلبات بتوع من أول يتقدس اسمك لكن نجينا من الشرير. بس الصلاة الربانية من فوق لتحت،
في الكاثوليكون من تحت لفوق، بمعنى انه في الكاثوليكون بنطلع من الايمان نتدرج، نقدم في الايمان فضيله، الايمان لازم يكون عملي مثمر، وفي الفضيله معرفه يعني وعي روحي علشان الفضيله ما تنحرفش الى تطرف او الى مغالاه او تبقى حاجه على حساب حاجه، لازم يبقى فيه افراز وتمييز في الفضيله، سواء في الصلاه سواء في العطاء سواء في الخدمه او في اي فضيله. قدموا في ايمانكم فضيله، وفي الفضيله معرفه، دي تاني درجه، وفي المعرفه تعففا، معروف احنا قلنا قبل كده الموضوع ده اكتر من مره، التعفف عن المعرفة الضارة، لأن في معرفة خير وفي معرفة شر، فخلينا نفهم في الحاجات الحلوة، لكن في الشر ما بنفهمش، زي ما الإنجيل بيعلمنا معلمنا بولس الرسول: لا تكونوا أطفالا في أذهانكم لكن كونوا أطفالا في الإيه؟ في الشر، ما بنفهمش في الشر، أما في الأذهان فكونوا كاملين، كونوا أطفالا في الشر. ففي المعرفة نقدم تعففا، يعني مش لازم أعرف كل حاجة، من ناحيه الحاجات الوحشه انا مش حابب اعرفها ولا حابب اخوض فيها ولا اخد فكره عنها ولا اسمع عنها، مش سكتي، لازم اتعفف عن المعرفه المؤذيه، اتعفف عن المعرفه الشريره. وفي التعفف صبرا، يبقى الدرجه اللي بعدها ان انا وانا عايش بمعرفه روحيه وبتعفف عن المعرفه الضاره اصبر واصمد، لان ممكن الانسان يتهاون في وقت معين يفقد كل اللي عمله وكل اللي خزنه بأنه يعني يقع في الشر، فلازم يصبر للنهاية، من يصبر إلى المنتهى هو ده اللي يخلص. وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، يعزي الإنسان في الصبر الإحساس الدائم بحضور الله. التقوى هي المخافة الإلهية، المهابة لحضور الله، الإحساس الدائم بحضور الله. التقوى يقول لك ده فلان ده بيخاف ربنا، فلان ده بيتقي الله، بيتقي الله يعني حاسس بحضوره معاه باستمرار، فعامل له اعتبار وبيخاف ان هو يمشي في سكه مش سكته، او يمشي في حاجه ما تفرحوش او ما ترضيهوش. وفي الصبر تقوى، وفي التقوى موده اخويه، اللي بيحس بحضور ربنا قلبه ينفتح على اخواته، يبتدي يحس بيهم، يقدم لهم مودة. وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا صارت فيكم وكملت تصيركم غير متكاسلين ولا غير ثابتين، تخليكم نشطين. المحبة هي القوة الدافعة لما تجري في القلب تحركه في الطريق الروحي، وتحركه لحب كل الناس اللي حواليه، لما محبة ربنا تملأ قلبه بتنعكس على محبته للي حواليه. فنفس الدرجات دي من الإيمان لحد المحبة ممكن إن إحنا نلاقيها في الصلاة الربانية، بس البداية دايما في الصلاة الربانية ربنا علمها لنا بأعلى حاجة اللي هي ليتقدس اسمك، تقديس الله في حياتنا، في محبتنا وفي قلبنا والالتصاق به، ليتقدس اسمك، وبعد كده ليأتي ملكوتك، يحل في كل قلب. أدي المودة الأخوية، لما قلوبنا تتملي بمحبة ربنا نحب اللي حوالينا، ليأتي ملكوتك في قلبي وفي كل قلب وفي العالم كله، لتكن مشيئتك، تسليم تسليم كما في السماء كذلك على الأرض. نفسي يا رب حياتي تبقى زي السماء اللي فيها كل الخلائق منسجمين في طاعتك وفي تسبيحك، نفسي حياتي كده تكون لخدمتك ولطاعتك ولتسبيحك. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، يعني ادينا يا رب الخبز اللي يعيشنا، ادينا الخبز اللي يكفينا البكرة، ادينا الخبز اللي يدينا حياة للمستقبل. خبزنا الذي للغد، النص القبطي فيه المعنى الروحي واضح أكتر، إن إحنا عايزين الخبز اللي يعيشنا لبكرة، ومش بكرة يعني تومورو غدا، لا بكرة يعني المستقبل كله الممتد.
والمقصود به خبز الحياة النازل من السماء الواهب الحياة للعالم اللي هو جسد المسيح ودمه. فالخبز خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، يعني كل يوم ادينا غذائنا الروحي، كل يوم ادينا الغذاء اللي عايشنا للحياة الأبدية، كل يوم ادينا احتياجنا الحقيقي. لأن الاحتياج الحقيقي مش للخبز المادي، ليس بالخبز وحده إيه يحيى الإنسان. فاحتياجنا الحقيقي للخبز اللي من إيد ربنا الواهب الحياة للعالم. واغفر لنا كما نغفر، وبعد كده لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لو خدناهم من الآخر هنلاقي البداية كده، نجينا من الشرير دي عايزة إيمان، ولا تدخلنا في تجربة ما تسمحش ان احنا نسقط، لا نجينا من الشرير ما تسمحش ان احنا نسقط، وبعد كده اغفر لينا لو ضعفنا كما نغفر نحن ايضا، وبعدين ادينا خبز الحياة اللي يعيشنا ونعيش حسب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وتملك على حياتنا وتملك على قلوبنا، وأيضا نعيش طول أبديتنا في تسبيحك وتقديس اسمك. فالدرجات الجميلة دي بتكشف لنا أن رحلة الصوم رحلة صعود ونمو، زي ما في 7 أسابيع في الصوم، طبعا بخلاف أسبوع الآلام، في 7 أسابيع في الصوم، أدي 7 درجات بتلفت نظرنا ليهم الكنيسة عشان تقول لنا يلا المشوار قدامكم جميل، شايفين الدرجات الجميلة دي، يلا ندخل فيها، يلا نقدم في إيماننا فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. ترجموا حياتكم لفعل روحي، وإيمانكم يوصل لدرجة الحب اللي يخلي الإنسان في منتهى السعادة ويدخله في شركة مع الله لا تنقطع. رحلة الصوم رحلة جميلة، اللي عايز يشبع وعايز يتمتع هيقول خلاص أنا من هنا ورايح مش هفكر في أمور الجسد، مش هفكر في الناس اللي حواليا هتقول عليا إيه، أنا عايز أقدم الصوم ده بإخلاص لربنا من كل قلبي، عايز أنمو فيه روحيا وأترقى، عايز أتخلص من الشرير ومن التجارب، مش عايز حاجة تعطلني، مش عايز اهتمام الجسد يعطلني ولا اهتمام الناس ولا ذاتي تعطلني ولا كرامتي تعطلني. لأن التعليق الوحيد اللي قاله السيد المسيح على الصلاة الربانية قال إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلتهم. والحاجة الوحيدة اللي تخلي الإنسان ما يغفرش ذاته، يقول لك بس ده أهني كرامتي فمش قادر يغفر. لا، مش عايزين حاجة تعطلنا عن المسيرة، لازم نغفر، لازم نغفر ونحب ونسامح زي ما السيد المسيح علمنا، عشان احنا ماشيين في الطريق معاه نتعلم منه وبنتمثل به كما غفر نغفر نحن ايضا، ونقول له يا رب زي ما انت وعدت اغفر ويغفر لكم، احنا في بداية الصوم مسامحين اي حد اذا كان عمل معانا اي موقف او اي اساءة، احنا يا رب مسامحين، واحنا بنقول لك يا رب من فضلك اغفر لهم واغفر لنا، سامح الكل وسامحني، بارك الكل وباركني، وإذا كان في يا ربي ضعفات اسند ولادك وقويهم وسامحهم، وأنا أيضا اسندني في ضعفي عشان أكمل معاك الطريق إلى النهاية، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.